السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا رينو فلونس، هركب فيها شاشة أندرويد رابعة 64، ده شكل طالون بعد الفك. أهو فكينا هواية التكييف وفكينا كاس تحت وفكينا الشاشة بتاعت العرض من فوق فوق الطالون. أهو ده الفريم اللي هركب، اللي بيركب فيه الشاشة 9 بوصة. هنا بيركب شاشة 9 بوصة، ما بيركبش 10، بيركب 9. اهو القاعدة بالضهرية زي ما انتوا شايفين، اهو بتركب مكان شاشة العرض اللي من فوق، هيبقى بالمنظر ده. وطبعا الشاشة جوه الفريم، طبعا بيجي مع الفريم ايزو بالكمبس، لازم كمبس عشان يشغل فتح الابواب والمالتي واي حاجة متعلقة بالعربية تشتغل عن طريق الكمبس. اهو ده الايزو او الفيشة، ده الكمبس، وده ايزو العربية الاصل. اهو بتيجي طبعا الوصلة طويلة شوية عشان تركب في الشاشة فوق، احنا طبعا كده بنجرب، لازم نجرب كل حاجة قبل التركيب. اهو ده الكمبس هو بيركب، وادي الشاشة. هنبتدي نجرب بقى، نشوف الأبواب أهو، تفتح الباب يظهر على الشاشة. لو مفيش كمبس مش هيظهر الكلام ده خالص، أي باب مش هيظهر معاك وأنت بتفتح وتقفل، زائد مش هيشتغل مع كونتاكت، كل ده وظيفة الكمبس. طبعا زائد المالتي، كل ده تبع الكمبس طبعا. أهو لازم تجرب الشاشة قبل التركيب، احنا كده بنجرب المالتي اهو، بنجرب بنقدم ونرجع ونعلي ونوطي. اهو كده انا بعلي، وفي كاتم صوت كمان، وفي مود، كل ده ما بيشتغلش غير بوجود الكمبس، ولازم يكون الكمبس متوافق مع موديل العربية، زائد الايزو بتاع العربية. اهو كده احنا خلاص جربنا كل حاجة تمام. هنبتدي نقعد الشاشة مكانها زي ما انتوا شايفين كده، هتبقى قاعدة بالمنظر ده في منتهى الجمال. كانت شاشة صغيرة، بقت شاشة 9 بوصة دبل بيز رامات 64، الاصدار الجديد. طبعا ركبنا الكاميرا برضو دبل بيز فول اتش دي حفر، ده شكلها النهائي بعد التركيب. اهو الشاشة ركبت على مكانها تمام، والكاربلي شغال زي الفل مفيش اي مشاكل. وركبنا الهوايات وركبنا الكاس تلاتين تحت، اهو كل حاجة رجعت زي ما كانت على وضعها الاصلي. اهو والمالتي كل حاجة راكبة مكانها، والمطر شغال، كل حاجة راكبة مظبوط. فتحت الأبواب، وطبعا لو التكييف بيظهر على الشاشة الأصلية لازم يظهر طبعا على الشاشة، لأنك بتأكتف الكمبس مع موديل العربية، بيشتغل معاك كل إمكانيات العربية مع الشاشة مع كمبيوتر العربية بمعنى أصح. وبعدين كده الكاميرا ركبت ازاي، اهي في الاصدام كاميرا عالية الجودة تبع شركة دبل بيز، وده شكلها بعد التركيب. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد مع الشركة الجديدة او التعديل الجديد. مع تحيات حمادة تيشين.